بهدف مجاراة المستجدات أولا بأول وكشف الحقائق وإبطال الشائعات المنسوبة. نفى ديوان الخدمة المدنية عبر حساباته الإلكترونية الرسمية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن تحديد سن الحصول على إجازة دراسية بما لا يتجاوز عن 30 سنة للموظفين المواطنين و40 سنة لغيرهم، وأن ما تم نشره غير صحيح تماما. ولمعرفة الشروط الصحيحة والنظامية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية الظاهر على الشاشة أمامكم.